حاجه شفتي فيه لا دخل زاد واحد المنطقه اللي تبع وراء الشركه ديال التيد، ما عندوش علاقه كاع بالشركه ديال التيد، هذه شركه بوحدها، شركه ديال ماسيس. مازال الاسباب ديال الحريق مجهوله، لكن تدخل قوي ديال الوقايه المدنيه Thank you.
تمن على مقاطعة سيدي البرموزي. البرموزي هنا والناس الوقاية المدنية ديال سيدي البرموزي، وعلى حسب الوقاية المدنية ديال الحي المحمدي عين السبع. كما ان استنفار الامن في الامن وحتى الوقايه المدنيه كتوجد بكثره، لان الحريق هذا خطير.
كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، مازال هنا المنزل الوقائي المدني مازال كيجيو الشاحنات، لان هذا الحريق هذا كبير. كنشوف هنا وصول سياره الاسعاف بالسلامه.
سي سي بي مازال حارق سهل غادي يتجهد غادي يتجهد لان مواد الاستعمال ديال النسيج قبل الاستعمال المغرب المغربي كيستعمل بعض الشاحنات اخرى او شهري في الماء الحمد لله السلامة وسلامة الارواح يستعملوا طائرة طائرة الطيار درون بس شوف الحجم ديال الخسائر
اتصل بي انا المسؤول نقل لكم الواجهه الاخرى الواجهه الخلفيه للشركه. كتشوفوا معنا متبع قناة الوجهة الأخرى اللي كما جعلت ثاني فيها استنفار قوي للأمن اللي كيتواجد هناك بكثرة تجنبا من أي طريق. بول لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى إن شاء الله تكون الأمور بخير. هذه الواجهة الخلفية للشركة، اللي كتشوفوا لجنة الألسنة الحريق، استنفار قوي للأمن الوطني.
والسلطه المحليه اللي كيقوموا بواحد المجهود كبير هنا لحمايه الشركه، لان المكان كيف كتشوفوا المكان الخلفي ديال الشركه خاوي، كله ظلام. كتشوفوا هنا متابعينا شفتوا الرجال وقاعد المدينة تقوم بالدور ديالهم في هذا الأثناء اللي تغلب الأكبر. بالنسبة
تشوفوا معنا مسبقا على سو تي في للحضور ديال الامن الوقايه المدنيه السيد فاكوي ديال الوقايه المدنيه اللي كيقوم واحد المجهود كبير. Что-то в этом самом.